الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي في أسواق بغداد وفي أربيل، وقال مصدر مالي إن أسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 146,200 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت أسعار الدولار يوم أمس 145,700 دينار مقابل كل 100 دولار. أما في أربيل فإن البورصة لا تتداول أيام العطل الرسمية، إلا أنه سجل الدولار ارتفاعاً أيضاً في محال الصيرفة، حيث بلغ سعر البيع 145,950 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء بلغ 145,700 دينار مقابل كل 100 دولار. كشف موقع الشفافية التابع لحكومة كردستان العراق عن الواردات غير النفطية لمحافظة سليمانية وإدارة كرميان وإبرين خلال الأسبوع الماضي، والتي تجاوزت 10 مليارات دينار. وبحسب موقع الشفافية فإن الواردات غير النفطية في محافظة سليمانية وإدارتي كرميان وإبرين من تاريخ الرابع من أيار الحالي وحتى اليوم هي 10,506,972,708 دنانير. وأضاف الموقع أن نسبة 83% من تلك الواردات جاءت نقدية، ونسبة 17% منها وردت على شكل صكوك، مشيرا إلى أن الحساب كان صفريا مقابل الآخر. أعلنت مديرية زراعة النجف عن حصاد أكثر من 207,000 دونم من الأراضي المزروعة بمحصول الحنطة، وقال رئيس قسم التخطيط والمتابعة في المديرية مضر الجشعمي إن المساحة المحصودة من الأراضي المزروعة بمحصول الحنطة وصلت إلى 207,458 دونماً داخل وخارج الخطة الزراعية. وأضاف الجشعمي أن المساحة الزراعية وصلت إلى 238,647 دونماً، بعد أن كانت المساحة المقررة في الخطة الزراعية 120,544 دونماً. سجل خام البصرة مكاسب أسبوعية بأكثر من 1% بعد خسائر دامت لأربع أسابيع على التوالي مع تذبذب أسعار النفط العالمي. وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم أمس على ارتفاع بلغ 76 سنتا ليصل إلى 81 دولارا و28 سنتا للبرميل، وسجل مكاسب أسبوعية بلغت دولارا و83 سنتا بما يعادل دولارين و52 بالمئة، فيما أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على ارتفاع بلغ 76 سنتا ليصل إلى 86 دولارا و43 سنتا للبرميل، وسجل أيضا مكاسب أسبوعية بلغت دولارا و28 سنتا أو ما يعادل 1.87%. قررت الإدارة الأمريكية تأجيل استعادة مخزون النفط الاستراتيجي لملايين البراميل من النفط الخام كانت شركات قد اقترضتها قبل عامين للتغلب على ارتفاع أسعار الطاقة في ذلك الحين. وأرجأت الإدارة الأمريكية ضخ الشركات هذه البراميل في المخزون لمدة عامين حتى عام 2026 دون الإفصاح عن سبب مباشر لهذا القرار. وتسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في شهر شباط عام 2022 وما تلاه من فرض عقوبات على موسكو، بالإضافة إلى تعليق تدفقات خط أنابيب كيستون، تسبب في تغلبات عنيفة لأسواق الطاقة وارتفاع لأسعار النفط. إلى أسعار العملات الأجنبية والمعادن.
ختام الموجز، إلى اللقاء.